مصرية، وإلى كل امرأة مصرية، إلى كل إنسانة قدمت وضحت، كل عام وأنتن بخير. كل عام. والمرأة الفلسطينية التي واجهت وتواجه المؤامرة، حرب الإبادة، التجويع، التنكيل، وكل ذلك أبدا لم ينل من عضها ولا من قوتها ولا من صمودها. هذه الأم التي استشهدت، وتلك الأم الثكلة، وهذه الأم التي فقدت أبنائها بفعل حرب الإبادة الصهيونية، وتلك الأم التي رأت ابنها يموت أمامها من نقص الدواء ونقص الغذاء، هؤلاء يستحقن كل تقدير وكل احترام. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر فعاليات احتفالية المرأة المصرية، والحقيقة كلام الرئيس اليوم عن المرأة يستحق أيضا أن نتوقف أمامه. لما الرئيس يقول أن هذه المرأة، أن المرأة المصرية هي عامل الأمن والاستقرار، فهو يعكس واقع، واقع احنا شايفينه وشايفين دور المرأة المصرية. اتنين، لما يتكلم عن حقوق المرأة فهذا أيضا أمر نراه مرأى العين. المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نالت حقوقا لم تنلها من قبل، وهي حقوق من المؤكد أنها تدفع المرأة إلى الأمام للمشاركة في العمل السياسي والعمل الاجتماعي والعمل البرلماني والعمل الاقتصادي. لا يمكن الاستغناء عن دور المرأة بأي حال من الأحوال. المرأة المصرية عبر تاريخها الطويل ذكرتنا بالفعل بتفاصيل هذا التاريخ، وكيف تطور الأمر بأن يصل الوضع بالمرأة المصرية إلى هذه الدرجة. يمكن الرئيس اتكلم من أول ما جاء عن تمكين المرأة، والنهاردة الحقيقة كان في حديثه بيعبر بالفعل عن قناعاته الشخصية بضرورة أن يكون للمرأة دور محوري في كل مناحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. السيد الرئيس يمكن النهاردة لما وزير السيدة الدكتورة وزير التضامن، أولا الحقيقة أنا عايز أحيي دكتورة مايا مرسي لحاجتين. حاجة الأولى، هذا النظام وهذا التنظيم الذي رأيناه الآن بين المجلس القومي للمرأة حاجة بديعة الحقيقة، نظام، التزام، وعي بالمسؤولية. اتنين، الكلمة التي تحدثت من خلالها دكتورة مايا مرسي لتعكس موقف المرأة المصرية من هذا الذي يجرى، سواء القرارات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بين الحين والآخر بما يمكن المرأة من المزيد من الحقوق، سواء المواقف